السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في حلقة تساؤلات المانجا من القناة. أنا آسف جدا تأخرت جدا 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 في السلسلة هذه، ولكن زي ما وعدناكم في الحلقة اللي طافت الأخ ماجد المالكي الله يعطيه العافية جمع لي الأسئلة، واليوم راح نجاوب على عدد منها إن شاء الله تعجبكم بإذن الله. السلسلة هذه ما راح توقف بإذن الله، نحاول أخليها أسبوعية أو أسبوع ورا أسبوع. راح نقرأ السؤال واسم الشخص اللي أسأل السؤال ونجاوب عليه. قبل أن أحرق على متابعين الأنمي، الحلقة هذه من تساؤلات المانجا حتى لم تصل حتى الآن في الأنمي، سكر الفيديو الآن أفضل لك وخلونا نبدأ. السؤال الأول من الأخ أحمد سما، السؤال يقول سايفر بول قالوا إذا البيج مام التحقت بالبحرية وكبرت بتصير بمستوى أدميرال، طيب حاليا عمرها 5 سنوات، إيش مستواها برأيك؟ طبعا هذا رأيي الشخصي يعني مو ملزم في أي أحد، ولكن نقدر نقول مثلا بمستوى كابتن مثل قوة كابتن سموكر مثلا قبل سنتين مو بعد السنتين، يعني منطقية لو قلنا انه بقوة كابتن. طبعا في فرق بين قوتها وهي في وضعها العادي وبين قوتها وهي في وضعها المسترجة فما اقدر احدد فعليا يعني وقت الهيجان حقتها كروكوان بوش، هذا شيء ثاني يختلف تماما عن وضعها وهي هادية متلكم الدب، فعندها قوة ولكن لحظة الهيجان تصير دبل قوتها بعد. السؤال الثاني من تلتابز محسن يقول هل تعتقد ان الطباخ هو الزوج الاول لبيج مام، وهل سيكون والد بيربروس لان بيربروس هو الابن الاول؟ سؤال حلو وسألته كثير صراحة. من وجهة نظري لو كان فعلا هو زوجها الاول فمعناته انه ما تزوجها ويتوع عمره 5 سنوات، تزوجها بعد 17 سنوات، يعني يوم صار عمره 14 15 16، فلربما انا فعلا تزوجها، ولكن مش منطقي لان هي قاعدة تقتل ازواجها وتتخلص منهم بطريقتين أو بأخرى. زي ما قلت لكم يا بلاك وودو، يعني حتى ذاك الزوج اللي أبو لولا شفناه مدفون في التراب داخل ذيك الغابة، ما أدري ليش حتى الآن الكاتب دفنا في ذيك الغابة ما نفهم. فإيش تسوي مع أزواجها بعد الزواج؟ هل تقتلهم ولا تتخلص منهم؟ هذا الطبخ لازال موجود، هل فعلا تزوجها ولا كان من طقمها ما تزوجها؟ كان ينصحها مثلا يشتغل خطابة. في واحد قال لي الكلمة هذه والله ما بذاكر منه، قال لي هل تتوقع أنه يكون هو الخطابة حقها؟ يعني كل ما شاف زوج ممكن يطلع ولد قوي قال لها تزوجي جاب لها زواج فما أدري صراحة إذا هو ولا لا. ما أشوف وجه شبه بين الطباخ وبيربروس. في ناس حطوا الحلقة الوصل هذه بسبب اللسان الطباخ الطويل واللسان بيربروس الطويل، فلربما وارد، احتمال وارد مع أودة في الغسيل ما فيش مستحيل، ولكن أنا ما رج. سؤال الثالث من أبو صقر، هل تتابع مانجا الخطايا المميتة 7 المميتة وما رأيك فيها؟ للأسف ما أتابعها، موقف عند توقف الانمي، ناوي ان شاء الله اتابعها في المستقبل. فسمعت كلام قوي جدا على الاحداث الحاليه انها نار ومتفجره، بس ما ادري كيف وضعها. لو سووا جزء ثاني تابعته باذن الله بدخل في المانجا واكمل باذن الله. سؤال من عضو اسمه سناب شات المشاهير، هذا اسم العضو انا ما لي علاقه، سناب شات المشاهير، ليه الاستوديو ما يمشي على المانجا بالضبط؟ السبب بكل بساطه لو الاستوديو مشي على نفس احداث المانجا بالضبط خلال سنة بالكثير أو أقل من سنة الأنمي بيلحق بالمانجا، وهذا الشيء ممنوع حسب العقد الموقع بين أودا ومجلة شونين جمب، إن لو تم اقتباس أنمي لك ممنوع أن الأنمي يسبق المانجا. ليش؟ إذا أنا بقدر أشوف الأنمي بشوف المانجا هذه أنمي، ليش بقرأ المانجا؟ مبيعات المانجا بتنحدر انحدار طبيعي لو الأنمي سبق المانجا. طبعاً أنا شخصياً أقول لكم يا لو الأنمي سبق المانجا ما بتابع المانجا ولا بقراها، خلاص بتابع الأنمي وبعتمد على الأنمي وبستمتع بالأنمي أفضل من المانجا. وسؤال من خالد أم محمد أو حمد عفواً يقول بعيداً عن عاطفتك يا ماجد، تتوقع شانكس ممكن يموت لوفي ينتقم له؟ هذا مو عاطفتي، هذا توقعي، أنا كنت متوقع هذا الشيء من زمان مع محمد النعامي، ومحمد كان رافض النقطة هذه كومبليتلي لأنها بتكون تكرار لسيناريو ايس. أنا بعد توقعت إنه يموت على يد البلاك بيرد يعني، ومحمد رافض الفكرة دي نهائيا، توقع قديم لي عشان أكون معك صريح، فما استبعد وصول وحدوث هذا الشيء. حاليا أشوف إنه مش منطقي فعلا ومو بحلو إنه يصير، ولكن مع عودة في الغسيل ما فيش مستحيل يصير يا حبيبي، ليش لا؟ وسؤال من عبد بد إذا ما غلطان هذا اسمك، ليش الكاتب ما حط فلاش بلاك الوايت بيرد زي البيج مام؟ يعني ليش بسوي لنا فلاش باك حق الوايت بيرد زي ما سوى فلاش باك حق البيج مام؟ يعني الوايت بيرد مات وما شفنا فلاش باك، الا شفنا لمحات بسيطه من فلاش باك حق حلمه وصغير انه بيصير بيسوي عائله، شفنا ذكريات له فلاش باك بسيط مع جولدي روجر يوم قال جولدي روجر ابي تبي اوريك كنز ون بيس، يعني مو نفس ماضي البيج مام بكل تفاصيله. الكاتب شخصيه الوايت بيرد بالنسبه لك كل اللي كان يبيك تعرف عنه انه كان يهم انه يسوي عائله فيعتبر طقمه فعلا عائلته، وما كان يهم الون بيس، والدليل ان جولد روجر قال لا دلك الطريق قال لا تعلمني وما ابي وما يهتم.
سؤال من كوزن اس اي. عندي توقع اقرب للخطا لكن لازم اقوله، هو ان اللحيه البيضاء هو طفل كان يتيم وتربى عند الام كراميل، ومن ثم اكتشفت ان اكتشف ان امه زيفه وعائلته مزيفه وهرب، وصار هدفه انه يسوي عائله عشان يشعر باحساس العائله. توقع حلو، ما توقع الكاتب بيظهره، لو بيظهره كان اظهره الحين وقت الفلاش باك، اذا بيظهره بعدين بيكون صدمه بالنسبه لي صراحه، ولكن توقع حلو يعني. سؤال من اكس ريج يقول في توقع قريب قريته بالنت قبل فتره، وبعد ما انتهي حدث البيج مام راح يقرا لوفي واللي معاه خبر مثل هزيمه زورو ولاو في وانو واحتجازهم عند كايدو، او حتى ممكن ما انهزموا لكن حصل اشتباك بينهم وكذا، المهم راح يصير لهم شيء، عطنا رايك فيه. ما اتوقع، اتوقع ان المعركه فعليا ما راح تبدا الا لما يوصل لوفي. زورو المفروض انه يحشد الساموراي وياه، لو صار اشتباك بين زورو ولاو ضد كايدو فهذا شيء مصيبه طامه كبيره صراحه، ولكن وارده يعني مو مستبعده، بس انا ما اتوقعها. سؤال من ذا يونكو، سؤال حلو صراحه. تتوقعون ان الطباخ يقدر يحول فواكه الشيطان الى فواكه حلويات شيطانيه؟ لان مو معقول البيج مام تحصل على معظم فواكه الحلويات. مجرد توقع، توقعك جدا جميل اخوي ذا يونكو، ولكن النقطه هذه اللي كنت بتكلم فيها اساسا، كيف كايدو قدر يجمع كل او اغلب فواكه الزون تايب؟ لانه يونكو عنده سلطه. شفتوا كيف برول وكل واحد من ابناء البيج مام من يشوف كائن غريب او مخلوق غريب يبي ياخذ يوديه عند البيج مام؟ نفس الشيء لما اي واحد من حلفاء البيج مام اللي مليانين بكل مثلا، او من العالم السفلي بيجيب له هديه، شفتوا كم واحد جاب له هديه؟ لو انا كاحد تجار او ساده العالم السفلي لقيت فاكهه شيطان لا علاقه بالحلوى، من افضل واحد اعطيه اياه عشان ارضيه؟ بيج مام، اليونكو بيج مام، عشان اسوي معه علاقه طيبه، جبت له هديه فاكهه شيطان حلوى او فاكهه شيطان موتشي او فاكهه شيطان ايا كانت الفواكه اللي عند ابناء حاليا، فقوتها وسلطتها وعلاقاتها وتحالفات اللي عندها تفرض عليها وتمكن لها تعطيها الصلاحيه انها تجمع فواكه حلوات الشيطان، زي ما كايدو عنده الصلاحيه والقوه انه مو بس يجمع فواكه الزون، يصنع فواكه الزون عن طريق دوفلامينجو عن طريق سيزر. اتمنى ان الصوره وضحت والاجابه وضحت عليكم. كيونكو عندك السلطه تحول جيشك بالشكل اللي انت بيه، فهي عقلها صغير وتحب الحلوى فحولت جيشك كله الى حلويات في حلويات. سؤال من الاخ عبد العزيز سيفل انجن، الاختصار انجينير يعني مهندس ميداني. اتمنى لك التوفيق يا عبد العزيز اذا انت طالب او اوريدي مهندس، مزيد من النجاح ان شاء الله. سؤالي، اتوقع ان اخوان سانجي عندهم مشاعر، الدليل ان عندهم شافوا نامي تحولت عيونهم الى شكل قلب حب، والحب من ضمن المشاعر، فاتمنى ان يضاف هذا السؤال. تم إضافة سؤالك يا أخوي عبد العزيز، وسؤالك جدا جميل، وصار نقاش مطول عندي في الجروب على هذه النقطة. هل الحب من ضمن المشاعر؟ نعم الحب من ضمن المشاعر، ولكن كمهندس مشاعر أو مهندس جينات اللي هو أبو سانجي، إذا هو يبي عياله يتكاثرون ويجيبون سلالة لازم يشيل يخلي عندهم مشاعر الحب. أنت كمهندس جينات تقدر تحط، أنت مهندس معماري او مهندس ميداني فتعرف هذا الشيء، تقدر تضيف او تنزل زي ما انت تبي في الجسر اللي تبنيه، فهو مهندس جينات يقدر يعدل في ابنائه جينيا زي ما هو يبي، حتى الوان شعرهم هو اللي مختارهم، هو اللي معدل جينيا فيهم، مخلي الوان شعرهم كذا مختلفه عشان يفرق بينهم لانه توام في النهايه. فبكل بساطه هو اضاف لهم المشاعر اللي هو يبيها، خلاها عندهم مثل الحب عشان يتزوجون ويجيبون له عيال احفاد مستقبلا، ولكن شال منهم المشاعر اللي هو ما يبيها اللي الخوف، التردد، الحزن، تعاطف، إن ما عندهم عاطفة على أحد، ما يتعاطفون مع أحد. شفتوا شلون ضربوا وشلون كذا، يعني أخذتهم ريجو يعني طبيعية عندها مشاعر بينما هم ما عندهم أي مشاعر، مشول من المشاعر هذه. سانجي عرفنا ليش عنده المشاعر، لأن أمه أكلت الحبة. فوجود مشاعر الحب عندهم مو دليل إنه يعني أكيد عندهم مشاعر الثانية، لا لا، المشاعر الثانية ملغية تماما، والدليل إنهم يوم واجهوا الموت كانوا يضحكون وأبوهم يبكي، ما عندهم خوف من الموت، مستعدين للموت يضحكون في وجه الموت. الضحك من ضمن المشاعر، ليش قاعدين يضحكون؟ ما شال منهم ابوهم مشاعر الضحك او مشاعر الحب، شال منهم المشاعر اللي ممكن تضر على قرارهم كجندي، عشان تكون جندي شجاع وتف وقوي، ما تتردد، ما تخاف، ما عندك تعاطف، ما عندك كومباشن، ما عندك رحمه، المشاعر هذه اللي ممكن تاثر على قراراتك كجندي شالها. سؤال من انمي لاند، سؤال جدا حلو وجميل. البيج مام كانت تريد ان تعرف اللي مكتوب على البونيغليف، وكانت تنتظر العين الثالثه لبودينج. سؤالي، لماذا البيج مام لم تضع جزء من روحها داخل بونيغليف كي تعرف؟ وكانت ستعرف، اتمنى الاجابه على سؤالي. الاجابه على سؤالك يا اخوي انمي لاند بكل بساطه، لما البيج مام تاخذ جزء من روحها وتضعه في شيء،
الشيء هذا ما يتكلم على الشيء اللي صار له، قاعد يتكلم بالروح اللي فيه. يعني اغلب اللي يشوفه مثلا الاشياء اللي فيها روح كعكه كعكه كذا كذا، تتكلم بجزء من واقعها. انا باب بنام، باب باب بفتح، انا كعكه كلني، انا زهره جميله شمني. مو قاعدين يتكلمون باشياء كبيره وعقلانيه. الوحيدين اللي يتكلمون بعاطفه ومنطقيه وشغلات الاشياء اللي زرعت جزء من روحها فيهم لمزيوس وبرثيميوس. وبرضه ما شفناهم يتكلمون بشيء في الماضي لهم او يتكلمون كانهم جزء من البيج مام. لا، عصبه البيج مام عصبوا، اضحكت البيج مام اضحكوا. فلو زرع جزء من روحه داخل البولنجريف، البولنجريف بيصير جزء من روحه، فما راح يتكلم ويقول شيء غير اللي روحه. فما بيتكلم يقول انا مكتوب علي كذا وصار لي كذا. اتمنى ان الصوره وضحت، اتمنى اني وفقت في ايصال المعلومه. سؤال من ابو عزه يقول: ايش الرابط بين شانكس والجزر الثلجيه؟ لان اكثر من لقطه يظهر فيها شانكس وهو في جزيره بارده. ما اتوقع انه في علاقه كثر ما هو يحب البرد. لان اظن اذا غلطت في اخر مره جابوه في جزيره صحراويه وقت اللي كان رايح زواج او يحضرون زواج، الى الان ما ادري من زواجه حتى. فممكن بس فتره اللي جابها الكاتب يحب يرسم عند الثلج، ممكن هو يحب فعلا المناطق البارده فيروح عند الثلج، مو شرط انه يدل على شيء. سؤال من مهند الهزازي: هل تتوقع قارب قد واجه البيج مام، ومن تتوقع فاز لو تواجهه؟ هذا السؤال مبني على اساس ان بيج مام تكلمت قالت حفيد قارب اللي ظهر في حرب المارينز. طبعا قارب مشهور بطل المارينز والشخص اللي حاصر جولد روجر، وهي تعرف جولد روجر، فالكل يعرف منه قارب. فكلمته هذه مو دليل انهم تواجهوا. طبعا لو فعلا تواجهوا، من اللي كان بيفوز؟ توقع البيج مام انه كانت بتكون بقوه احد الادميرالات، معناته انها قويه جدا جدا، ولكن ايضا قارب واجه ملك القراصنه وحاصره. فلو تكلمنا عن قارب في شبابها والبيج مام في شبابها، انا اتوقع ان قارب كان اقوى في شبابه، اتكلم في الماضي مو الحين. فاتوقع انهم ما تواجهوا اساسا، لان لو تواجهوا كان ممكن قبض عليها او سلمها لحكومه العالم. السؤال الاخير من بن عمر يقول: هل تتوقع ان اليونكو كايدو هو من عمالقه الباف؟ فزي ما تشوف في تشابه بين كايدو ويورلي ويارلي. اول حاجه القرنين نفس اللي في كايدو بالضبط، ثاني حاجه المعطف او العباء اللي ورا ظهرهم، ثالث حاجة الحجم. كيف تقول لي الحجم نفسه؟ أقول لك كايدو أطول من العمالقة بكثير، أقول لك البيج مام من البشر بس طولها مو زي طول البشر العادي، فكايدو صار نفس نظام البيج مام. طيب، أول شيء بالنسبة للقرنين، العمالقة فعليا ما عندهم قرون، العمالقة هذه خذتهم، والدليل في الحلقة اللي طافت يوم جابوا قبر يارول اللي مات، أو يورول ما بذاكر من هو، جابوا الخوذة فوق القبر، هذه خوذة هم يلبسونها، بينما عند كايدو ليست خوذة، كايدو فعلا طلع له قرنين من راسه. هذا اول شيء. الشغله الثانيه بالنسبه لللبس، هذا لبس الفايكنجز، ولبس كايدو اقرب ملاه مو فايكنجز، لبس اقرب ملاه المغول التتار اللي تكلمنا عنهم من قبل، تكلمت عن النقطه دي اكثر من مره، جايب الكاتب محارب من المغول او كذا. هل في علاقه بينه وبين الوف؟ نعم وارد، انا قلت هالشيء من قبل، ممكن ان عملاق تتزوج مع يوجن فطلع هجين كايدو، ممكن يعني ممكن انه بشري وصارت له طفره جينيه زي او اكل فكات شيطان وصار مع اودا بعد اللي سواه في البيج مام. انا رهنت ان البيج مام من العمالقه، او ان ابوها عملاق وامها بشريه، او ان اثنين ابوها اثنين عمالقه بس هي طلعت قزمه، في النهايه طلعت لا بشريه وطفره جينيه. فمع الكاتب مو صعب عليه انه يقول لك طفره جينيه وصار عملاق كذا، مو صعب عليه انه يقول لك تزوج بين اثنين، كل شيء وارد. انا اتوقع انه ماكل فكات تنين، وانه حاليا خليط بين يوجن وجنس ثاني. وش الجنس الثاني؟ ما ادري، ممكن عمالقة الباف، ممكن، والاقرب من وجهة نظري انه يكون نفس اوز، سلالة اوز ذيك اللي كان عندهم قرون فعلا، فيكون من سلالتهم. كل الاحتمالات واردة بالنسبة لكايدو حاليا لما الكاتب يظهرها لنا. على العموم كذا نصير وصلنا لنهاية حلقة تساؤلات المانجا، اتمنى انكم ما طولنا عليكم، واسف على التأخر في السلسلة هذه، وان شاء الله زي ما قلت لكم راح تستمر في الحلقة القادمة. حطوا تساؤلاتكم والاخ ماجد بيجمعها بيرسلها لي وانا بصور حلقة تساؤلات. وفي النهاية لا تنسوا نعطيكم العافية للاشتراك في القناة اللي ما اشترك حتى الان، تشغيل جرس التنبيهات، الضغط على زر الاعجاب اذا عجبك الفيديو عشان نعيد السلسلة هذه ونكثر منها، نشر السلسلة هذه بين اصحابك. وفي الختام قولوا معي: سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير. We'll be right back.